السلام عليكم. اليوم غتشوفوا معنا واحد العمليه ديال زراعه عدسات كيسال عند طفله صغيره عندها 10 سنين. هذه العمليه تصحيح البصر عند الاطفال راه ما كتمش بشكل روتيني، انما في حالات خاصه بحال هذه بنيته عندها ناقص 18 في العين اليمنى وعندها ناقص 7 ولا ناقص 8 في العين الشمال. دونك عندها واحد الجلجله اللي جاتها غليظه بزاف، واخا تنديروا النظر ما كيطلعش الشوف، درنا الترويض بالنظارات ما تيعطيش. دونك الان حنحاولوا نزرعوا لها عدسه داخل ديال العين لي باش نحاولوا اننا نوازيو ما بين العين اليمنى والعين الشمال. هذه الاولى. ثاني حاجه، واش هذه العمليه غالي الطفل عنده نظارات غنديروا عمليه تحليل بصر؟ لا، تحليل البصر مديروا الناس الكبار. هاد العمليه عند الاطفال كتكون في حالات خاصه، وعندي حالات اللي كنت ديجا حطيتها في مؤتمرات عالميه، مؤتمر عالمي لطب العيون، على واحد عدد الحالات 17 حاله، هذه دابا غتكون الحاله 18. وان راه ممكن تدار، ولكن في حالات خاصه تقدر الطبيب يقترح على العائله بطلب من الوالدين. هاد الطفله الوالدين ديالها هما اللي داروا واحد الطلب وتليغاليزا بانهم تيطالبوا بان ندير لهاد العمليه واخا طفله، فباش هما يتحملوا المسؤوليه ديالهم. حنا مع المريض باش نعالجو، ولكن خص حتى الوالدين يعطيونا الموافقه كتابيه بان راه بغاونا نديروا هاد العمليه الطفله ديالهم. ثم تشوفوا معنا تابعوا معنا العمليه كيفاش غتبقى. دونك العملية عند الطفلة بتحضير العام، يعني كلها نعسة، ميمكنش الطفلة غادي تفتح ليها هذا المنتج المحلي. هنا كنقوم بزرع العدسة ايفو اس ال لا دينيير جينيراسيون ديالهم. هاد العدسة اللي تبينت بانها ما كتعطيش جلالة بعد 10 سنوات واخا تكون نقطة لصق في الكريستالات. هناك بزاف ديال الابحاث اللي بينات انها واخا تقيس الكريستالات لمدة طويلة انها ما تعطيش جلالة. حنا ديما كنعلمو العائلة والوالدين بان هناك احتمال حصول مية بيضاء جلالة ولا ارتفاع ضغط في العين، ولكن كنقومو بواحد الفحوصات ومقاسات قبل اللي كتمنحنا اننا نقلوا من هذا الاحتمال لهذه المضاعفات. كيف ما كتشوف معنا الان كنقوموا بادخال العدسه في المكان النهائي ديالها. هذه العدسه غتبقى عند البنيته مدى الحياه الى ان توصل بجلال. نهار يجيها جلاله راه درت فيديوهات اخرين على حالات اللي حيدت لهم العدسه ديال السائل وحيدت جلاله، فهي عمليه اللي كتكون عاديه، يعني عمليه روتينيه كنقوموا بها عمليه جلاله، فكتضاف لها فقط ازاله العدسه ديال السائل. عدد الناس غادي يقول لك لا كنت خليتي لها غير النظر، ولكن ما كيحس بالمريض غير اللي عايش معاه واللي عارف الظروف ديالو فين عايش. طفله بحال هكا كتلبس نظر ديال ناقص 18 ولا ناقص 19، فما كتقدرش اصلا ما كتشوفش بها مزيان، لان كاين تقعر كبير ديال الدجاج اللي ما غيعطيش وضوح الصوره. كاين جاجه ثقيله بزاف في العين اليمنى وجاجه خفيفه في العين الشمال، النظر ديالها ما تيعوجو. والصوره اللي كتكون عند المريض كتكون عدسه مزروعه او عدسه لاصقه كتكون دائما افضل من النظارات، لان المسافه ما بين العين والزجاج كتعطينا عيوب بصريه زابيراسيون. فمورا ما غنديروا هذه الزراعه ديال العدسه غنحاولوا بالترويض نقوموا باغلاق العين الاخرى، نحاولوا نرفعوا مازال من الحده البصريه. واش هاد البنيته غادي تشوف 10 على 10؟ حنا ما تنضمنوا حتى حاجه، حنا ما كنواعدوا حتى شي رقم، حنا نحاولوا نعطيو اكثر ما يمكن. انا العامل انت قمت بغسل السائل النازل اللي هو الفيسكو باش ما يقومش باش ما يعطينيش ارتفاع ضغط العين. فوالا، هنا غنقوم بإعادة إدخال القزحية المكان ديالها كما كتشوفوا معايا. غادي نقوم بإغلاق الفتحة فقط بالماء اسم البيسس، هذا ماء خاص معقم مكيكونش عادي. فوالا، هنا اللي غيستيقظ تيخرج تنعاود ندخلو. أعطيني أنتيبيوتيك
كنقوم بحقن انتيبيوتيك في العين باش نقصوا الاحتمال ديال المضاعفات التعفنيه. الو في هذه الوقيته اللي انا دخلت الانتيبيوتيك دخلت ليا فقاعه ما خديتش نخليها، هذه الفقاعه غتبلوكي لي واحد الثقب مركزي كاين في العدسه ويقدر يعطيني ارتفاع الضغط، فلازم نحيد هذه الفقاعه ما خصهاش تبقى عندي، لازم نحيدها وغنعاود نزيد الانتيبيوتيك. زيدني الانتيبيوتيك عافاك وفرجي لي بوش في لي بيو في الكاتاراكت. نخلي لا بول ماشي مشكل، ولكن في الامبلون فاك لي سال ما خصنيش نخليه، ولكن ما كتشوفوا البؤبؤ ديال العين تسد، بقى لي غير نعاود نحقن داك الانتيبيوتيك اللي ديجا غسلته سيكون بيرجي. فوالا واحد الكميه قليله ديال الانتيبيوتيك، والان كنقوم بحقن مضاد للالتهاب، لان الاطفال تيكون عندهم احتمال التهاب شويه عالي، مضاد التهاب تحت الملتحمه دوز كبيره لهدا هاد تيكون كتريزورفا باش تبان. غنزيد نهيدراتي شويه البرج، وهنا كنعتبروا ان عمليتنا انتهت، الله يجيب لها الشفاء ان شاء الله.